والجوات المسكونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراق هذا السراج. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاء جواهر الكنوز. بفصيح العباد ترى معلنة بكمال البشارة. وما من حامل عملت في ذلك العام إلا أتت في حمك وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. حين أربع أن وضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فينا بالترنيم. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزي وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين. القدرة كشفت قنا هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وانفذ الحق حكمة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضيء أمة. تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصباط المندود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا
وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافعة فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلك سبح الكمال من النور على عمود وبرز الحامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله عليك
Maulidi Allah ni kama swala na sala.